بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا اللقاء وفي هذا المكان الطيب على هذه الطاعة أن يجمعنا في جنته، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. 100 علامة من علامات الساعة. بدأنا في الدروس السابقة نسرد علامات الساعة، وبدأنا بالعلامات الصغرى، وعزمنا أن نسرد منها ما يقرب من 100 بإذن الله تعالى. كم علامة ذكرنا حتى درس الليلة؟ كم علامة ذكرنا حتى درس الليلة؟ كم؟ إيه هما؟ عد. ادي كده 2. عليه الصلاة والسلام. سرع شوي. فتح بيت المقدس. طب كفاية دول، مين يكمل؟ انشقاق آلهة. ها؟ مين عمواس ده؟ موتان اللي هو الطاعون، طاعون عمواس. ها ايضا فتح بيت المقدس، انشقاق القمر، بعثة الرسول وموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ها نار الحجاز، ها انقراض الصحابة، في حاجة تاني؟ استفاضة المال، جزاك الله خير، استفاضة المال. طيب اليوم نتكلم عن علامة أخرى. أنت ما خدتش؟ أنت ضيف شرف. علامة أخرى من علامات الساعة، وهي من أخطر العلامات لأننا نلابسها، ألا وهي ظهور الفتن أو كثرة الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك إخواني، اجعل على لسانك دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما كان يأمر أصحابه ويعلم أصحابه التعوذ بالله من الفتن. نقول ابتداء: لقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها أمة الإسلام، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك، كما في حديث مسلم، وانتبهوا معي لهذا الحديث، فهو يعد أطول موعظة أو أطول خطبة خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف أن الخطبة تستغرق كم من الوقت؟ نصف ساعة، ثلث ساعة، أو الدرس يستغرق ربما ساعة. لكن هل رأيت درسا أو موعظة أو خطبة تستغرق اليوم كله سمعت بها من قبل؟ لا، ركزوا معي، انتبهوا، انتبهوا للكلام. هل سمعنا بدرس يستغرق اليوم كله؟ مر بك هذا؟ ما سمعت به. لكن اسمع هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تخيل، من كم لكم؟ من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. أنتوا معايا؟ متخيلين؟ ثم صعد المنبر، يعني بعد أن صلى العصر، فخطبنا حتى غربت الشمس. إذن الدرس استمر من الفجر إلى المغرب. قال: فأخبرنا بما هو كائن، يعني بما سيكون حتى قيام الساعة. قال: فأعلمنا أحفظنا، يعني الذي له قدرة على الحفظ وحفظ ذلك هو من أعلم الناس بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. وإنه لا يكون منه الشيء، سيدنا حذيفة اللي بيقول وإنه لا يكون منه الشيء، يعني يحصل شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني واحد صديق ليك غاب عنك مدة ثم رأيته، فعندما ترى وجهه، أنت كنت قد نسيت، عندما ترى وجهه تتذكره. فحذيفة يقول أرى الشيء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكون قد نسيته، فعندما أرى أتذكر حديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا رواه مسلم. وبعض هذه الفتن تكون شديدة حتى تصل بالعبد إلى أن يتمنى الموت، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، وهذا من شدة الفتنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولمسلم والذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، يعني لا تنتهي ولا تنقضي، حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. لعل الإنسان يعني يظن هو مثلا مدين وقع في مشكلة، قال في آخر الحديث وليس به الدين، يعني هو مش إيه، ليس مدينا إلا البلاء، يعني ليس به إلا البلاء. والحديث رواه مسلم. فانظر شدة الفتن جعلت هذا الرجل يأتي القبر ويتمرغ عليه ويتمنى أن يكون مكان الإيه؟ هذا المقبور وهذا الميت، نجاة وحماية وهربا من الفتن التي مرت به. وإن سألت أخي عن أعظم الأسباب التي توقع في الفتن فأنا أسألكم عنه وأجيبوني، ما أعظم أسباب وقوع الفتن؟ ما أعظم أسباب يعني أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفتن؟ ها؟ الجهل، نعوذ بالله من الجهل. أعظم الأسباب التي توقع الناس في الفتن قلة العلم وكثرة الجهل. يقول النبي صلوش عليه ليه 10 حسنات صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة، أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، أيام ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. قال ويكثر الهرج. إيه الهرج؟ والهرج القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولذا أوجه رسالة إلى جميع إخواني وأخواتي، أقول لهم اتقوا الله في أمر هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا والله سنحاسب عن هذا الدين حينما تجد الجهل يقتل كثيرا من الناس حولك، وأنت ربما تحرص على مجلس العلم، لكن لماذا لا تدعو غيرك؟ لماذا لا تحرص كل أسبوع أن تكلم ولو 5 حتى إذا حضروا كان لك ثوابهم؟ والله وأنا أقسم في الأسبوع الماضي وتحديدا في آخر الأسبوع يوم الجمعة كان عندي درس، فوأنا في الطريق ذاهب إلى هذا الدرس وجدت أخوين يتحدثان عن رجل تنصر، وهذا ليس الأول. نعم بحمد الله المسلمون يعني هذا فيهم قليل جدا، بحمد الله يكاد يكون معدوما، لكن يوجد أحيانا. والسبب في ذلك هو فتنة المال، والعياذ بالله تعالى. ذهب لشرم الشيخ وبدأ يعمل هناك حيث كثير من الفتن موجودة، فتجمع حوله بعض النصارى وبدأوا في إغرائه بالمال حتى تنصر، وله سنة تقريبا منذ ذلك الأمر حتى قدر الله موت أخيه، فبدأ يراجع نفسه وبدأ يتصل بالإخوة ويقول أريد أن أعود مرة أخرى إلى الإسلام ونحو ذلك. فلذلك أقول أعداء الإسلام الكفرة يعملون لدينهم الباطل، فأنت لما لا تتحرك؟ تترك الناس، بعضهم لا يحسن يصلي، بعضهم لا يحسن إخراج الزكاة، بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن، وأنت تتفرج عليهم. لذا درس الغد في غاية الخطورة، تعليم المسلمين الإسلام بصورة مبسطة بالسؤال والجواب، وأنت تجلس تتعلم وتسأل فيما أشكل عليك، ولا تخرج من الدرس إلا وقد حفظت وفهمت الدرس بفضل الله تعالى. فبالله عليكم حاولوا الاجتهاد في دعوة الناس لتعلم الإسلام في درس الغد، غدا بعد العشاء إن شاء الله
تجد درسا يتكلم عن الإسلام بصورة مبسطة ميسرة، وتأخذ المذكرة وتخرج من الدرس تستطيع أن تدرس هذه العلوم بإذن الله تعالى. فاجتهدوا ألا يفوتكم هذا الدرس، وأن تجتهدوا أيضا في دعوة الناس لحضور هذه الدروس لعلها تكون باب خير على الأمة بإذن الله. عندما نتكلم عن الفتن كعلامة من علامات الساعة نقول ما المراد بالفتن؟ ما معنى فتنة؟ معنى فتنة إيه؟ ابتلاء أو فتنت الذهب، يعني دخل النار حتى يتخلص من الشوائب. فكذلك هي الفتنة فعلا ابتلاء واختبار وامتحان. يبتلى الإنسان فيظهر معدنه، هل هو قوي الإيمان أم ضعيف الإيمان؟ هل سيزداد قربا بهذه الفتنة من الله أم سينقلب على عقبه والعياذ بالله تعالى؟ لذلك الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، وتطلق على معان كثيرة، لكن غلب على استعمالها، غلب في استعمالها إطلاقها على الأمور المكروهة كالقتل والكفر وغير ذلك من الأمور المكروهة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، برضو ناس يصلي عليه، أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة، فتن يلتبس فيها الحق بالباطل، فتن يتزلزل فيها الإيمان، بل ترى إنسانا في الصباح مؤمنا وفي المساء كافرا، وتراه في المساء كافرا وفي الصباح مؤمنا. التقلب سمة من سمات العصر الذي نعيشه وما يكون من قرب أو قرب قيام الساعة. وكلما ظهرت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف الفتنة تظهر فتنة غيرها ويقول هذه، ثم تنكشف، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا. من يفسر معنى يرقق بعضها بعضا؟ ها؟ لا لا ها؟ صح. الفتنة الثانية التي تأتي تكون أعظم، فتكون الأولى رقيقة بالنسبة للإيه؟ لما بعدها، ثم التي تأتي بعد ذلك ترقق ما قبلها، وهكذا. فالفتن تزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نجاة للناس منها إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، إلا بتعلم العلم، إلا بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. لماذا يشبهها بقطع الليل؟ شدة الظلام، والظلام تلتبس فيه الطريق على الإنسان، كذلك الإنسان في حال الفتن ليس كالليل المقمر، وإنما كالليل المظلم. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ماذا تفهم من هذه التعبيرات؟ أن اجتناب الإنسان للفتنة وابتعاد الإنسان عنها أسلم لدينه ممن يقترب وممن يشتبك وممن يوقع نفسه فيها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم انظر للنصيحة النبوية، يقول فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة. هذه آلات القتال. النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمرنا؟ إذن هذه الأسلحة حينما تدمر علامة على أنك تجتنب الفتنة ولن تشترك فيها. كسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم، أوتار القوس الذي يرمى به السهم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. السيف حينما تضرب به الحجر كيف يكون حده؟ لا يستطيع أن يقاتل به. طيب لو أنك فعلت ذلك ودخلت عليك الفتنة أيضا، قال ذلك النبي أيضا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي ما ترك شيئا من الخير إلا ودلنا عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذرنا من، قال فإن دخل على أحدكم، خلاص انت هربت، بس برضو ماذا تفعل؟ من يجيب؟ أيوة، فليكن كخير ابني آدم، اللي هو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. إذن يلقى الله مظلوما خير من أن يلقى الله وهو نعم. والحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 2045. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مخرج مهم إخواني نستمسك به في الفتن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفايفك ما تحركتش،
عشر حسنات، لو عشر جنيه هتفضل من أول الدرس للآخر وتصلي على النبي. طب ما أقول لك عشر حسنات، لا تغفل عن الصلاة عليه، لأن خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، اسمع، يبيع دينه، يبيع الدين بعرض من الدنيا، كما ذكرت القصة التي ذكرتها، باع دينه بسبب المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك، الجاه، السلطان، الرئاسة، المنصب، الوجاهة، الشهوات، الجنس، كل هذه من الأعراض التي بعض الناس يبيع الدين بسببها. وليس يلزم أن يبيع الدين يكفر فقط، بل ربما يبيع الدين يترك طاعة من الطاعات لينال امرأة مثلا، أو يحصل منصبا أو جاها أو مالا مثلا، يقال له لا صلاة مثلا عندنا في العمل فيقول نعم أنا موافق ولا يصلي مثلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث رواه مسلم. تأمل في بداية الحديث قال بادروا، ما معنى بادروا؟ سابقوا. إذن أنت والفتن في سباق، المطلوب منك أن إيه؟ أن تسبقها بالعمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة حماية ونجاة وعصمة للإنسان من الفتن. لذا غدا يوم إيه؟ الاثنين، ومناسبة بدعية يحتفل بها بعض الناس وللأسف يشترك فيها بعض المسلمين، وهي ليست حتى من أعياد النصارى لعلمك، بل من أعياد الفراعين. طب أنت لست تنتسب للفراعين ولست تنتسب للنصارى، بل أنت مسلم، لك دين أخبر الله عنه أنه رضيه لنا ورضيت لكم الإيه؟ إسلام دينا. هذا ليس من ديننا أن تحتفل بهذه المناسبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجدهم يلعبون في بعض الأيام فلم يقرهم عليها، بل قال قد أبدلكم الله خيرا منها أو منه يومي الفطر والأضحى، أو كما قال. ما معنى أبدلكم؟ هل نظل نحتفل به ونضم إليه الأضحى والفطر؟ البدل والمبدل يجتمعان؟ أبدلكم، انتهى. إذن ليس هذا من ديننا، فلا تغتر بما يفعله الناس، وانتبه لدينك حتى لا تفتن. بادروا بالأعمال فتنا، إذن الفتن كثيرة، أنت تحتاج لتسابق هذه الفتن، تعتصم. غدا الاثنين تصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء من خير الدنيا والآخرة إلا أتاه الله إياه. اجعل لك فيها صلاة ولو ركعتين، ولو ركعة واحدة، ثم لا اجعل لك جلسة مع كتاب الله الذي من تمسك به لن يضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها تثبت بإذن الله تعالى. بادروا بالأعمال فتنا، في الحديث حث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن ينشغل عنها الإنسان بالفتن، لأن الفتن حينما تتراكم وتتكاثر كقطع الليل ربما ينشغل الإنسان عن بعض دينه، حتى تجد بعض الناس بعضهم يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، ويظهر هذا التقلب ومن الإنسان في اليوم الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضنا ربما يتعامل مع الأمر، يعني سامحوني في الكلمة، ببرود، يعني ممكن تبقى قاعد في الدرس كده وممدد رجليك ولا أكن في حاجة. لا، النبي فزع صلى الله عليه وسلم من شدة الفتن، وعندما أخبر بوقوعها، اسمع هذا الحديث وهذه القصة. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا. لماذا يفزع؟ هل هو سيفتن؟ هل ستقوم الساعة في يومه وفي حياته؟ كلا، ومع هذا يفزع. فكيف يكون حالنا وينبغي أن يكون حالنا؟ استيقظ ليلة فزعا فقال سبحان الله، وهذه للتعجب، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ما يفتح على المسلمين من الدنيا كخزائن فارس والروم، أو قيل خزائن الرحمة والخيرات، أو قيل هذه مثل التي بعدها، وماذا أنزل من الفتن؟ طب ما المخرج يا رسول الله؟ صل يا عم، ما المخرج يا رسول الله؟ قال من يوقظ صواحب الحجرات، اللي هم مين؟ نساؤه، ومش هم بس، هذا تنبيه لمن كان بجواره وغيره يدخل في ذلك. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين في الصلاة عصمة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان إذا فزع حزبه أمر فزع. شوف، فزع إلى الصلاة. فكذلك ينبغي أن يكون لك علاقة قوية بالصلاة، تكثر من الصلاة يحميك الله عز وجل من الفتن مع حرصك على العلم النافع. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رواه البخاري. من يفسر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟
طيب في حد تفضل. صعبة شوي. طب تفضل. وعارية في الآخرة بسبب نعم. هذا من عندنا فيها ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، لكنها عارية في الآخرة من الثواب لانعدام العمل. إذن كاسية في الدنيا بالإيه؟ بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة عن الثواب لانعدام العمل. أقول تاني، اصحى معايا ما تنامش. كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الإيه؟ من الثواب لانعدام العمل. اثنين: كاسية في الدنيا بالثياب لكنها شفافة، تلبس ثياب كاسية نعم، لكن إيه؟ تشف عما تحتها، أو ضيقة تجسم وتوضح حجم الإيه؟ الجسم، فهي كالعارية، فلذا تعاقب في الآخرة. لذلك قال عارية في الآخرة، لأن هذه التي تلبس ثيابا بها زينة أو ثيابا ضيقة أو ثيابا شفافة أو ثيابا قصيرة، هي وإن كانت لابسة وكاسية في الدنيا لكنها في الآخرة في موازين الله، في ميزان الآخرة إيه؟ عارية، فتعاقب على ذلك. والعاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما في صحيح مسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن، رؤوسهن كأسنمة البخت تعظم شعرها تجعله فوق رأسها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاسية من نعم الله في الدنيا لكنها عارية عن الشكر، كاسية من نعم الله عارية عن الشكر. من يذكر الأوجه الثلاثة؟ الأوجه الثلاثة دي عايزة زيت ريحة بقى، ثلاث تفسيرات اللي قلناها. هتفضل انجز. أبو معاذ تفضل. تمام، أدي واحد. بقي اثنين. بالغنى. ثالثة اللي هي النعم، ولكن عارية عن الإيه؟ جزاك الله خير. وهذه رسالة لكل امرأة، ليست الرسالة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم التقوى التي عندهن، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحديث فيه أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، فيتنافس الناس على المال ويقع القتال بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. عافيتها في أولها يعني صلابة الدين وقوة الدين كانت في أول الأمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني ستهلكه يعني. فمن أحب، انتبه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يعمل إيه؟ من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن المخرج هنا في الحديث الإيمان، وتقوية الإيمان وتجديد الإيمان، لأنه عصمة للإنسان يحفظه الله عز وجل به. والحديث رواه مسلم. والسؤال إخواني: من أين تخرج الفتن؟ بعد هذه المقدمة نقول: من أين تخرج الفتن؟ من يجيب؟ من أين تخرج الفتن على الأمة؟ تفضل. من المشرق، صح، جزاك الله خير. المشرق ده اللي هو بالنسبة لنا، وإحنا فين؟ طيب المشرق بقى اللي هو فين؟ يلا بالسواك ما يوصل شكله هيرجع تاني. المشرق فين؟
اللي هو ايه الوقت المشرق ايه هو؟ انتم مش سامعين؟ الشام. طب اديله السواج بقى، بس الراجل ده من الشام يعني، انت كده مش من الشام. لا، اكثر الفتن التي ظهرت وستظهر منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ما معنى قرن الشيطان؟ سيأتي سنبين. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق. الرسول كان ساكن فين؟ كان قاعد فين وبيتكلم؟ المدينة. الشرق المشرق بالنسبة للمدينة يبقى فين؟ العراق. العراق، لأن بعض المغرضين من أهل مصر وهو يتكلم عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المملكة قال هذه الفتن إنما أتتنا من الشرق، يعني من السعودية، يعني بيقول إن هذه دعوة شر التي نشر الله بها الدين وقضى على كثير من البدع. هو يصف المشرق على هواه لأنه في مصر، إذن الشرق بالنسبة له هو الإيه؟ هي السعودية. هي دي منبع الإيه؟ وكل الفتن والنقاب جاي لنا من السعودية، والختان جاي لنا، كل الفتن جاي لنا من عند الناس دي، وهذا من الجهل والتلبيس. لأن النبي يعني صلى الله عليه وسلم بالمشرق العراق كما سيصرح به في بعض الأحاديث، قال ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث رواه الشيخان، وفي رواية لمسلم رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. ثم تصريح بمقصده صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ما الصاع؟ مكيال 4 أمداد. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا؟ فقال إن بها قرن الشيطان. إذن المقصد بالمشرق هو وما حولها. قال ابن حجر وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكانت سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وأما قرن الشيطان فالمراد به قوة الشيطان وأتباعه، هذا تفسير، أو أن للشمس قرن على الحقيقة، هذا تفسير ثاني، أو أن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها حتى يكون سجود الناس للشمس سجودا إيه؟ للشيطان. يقرن نفسه بالشمس حين تطلع، فالذي يسجد للشمس يكون سجوده لمن؟ للشيطان. ومن العراق ظهرت فتنة الخوارج والروافض الشيعة والباطنية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من المشرق من جهة الفرس المجوس، يعني ليست العراق فقط بل وما إيه؟ وما حواليها وخلفها. فظهرت الزردشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية، وأخيرا القديانية والبهائية إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة. ثم كان ظهور التتار في القرن 7 الهجري أيضا كان من المشرق، وحصل على أيديهم شر كثير والعياذ بالله تعالى، فهدموا المساجد ودمروا العباد وقتلوا النساء. اصحى أيوة، بل كانوا يبقرون بطون النساء ويخرجون الأطفال ويقتلون الأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل قتلوا ما يقرب من 1,000,000 مسلم وقتلوا الخليفة نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واختبأ الناس في المجاري وفي القبور، بل مات أهل بعض البيوت بكاملها، فكان البيت يطين عليه فيصير قبرا لهم. تخيل كده البيت مكتوب عليه منزل الحج فلان، إيه اللي باللوحة كده واكتب قبر إيه؟ بأهله كله. وعندما خفت وطأة التتار بدأ الناس الذين في القبور والمجاري يخرجون، فكان الطاعون قد انتشر بسبب كثرة الجثث التي لم تدفن، فطعن من خرج فمات أيضا. حتى كان الإمام ابن الأثير يقول ومن يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام، وهو يدون هذا التاريخ يقول ظللت سنين أقدم رجلا وأخر أخرى، مش قادر، ما عندوش قوة اللي هو يكتب إيه؟ هجوم التتار على بلاد المسلمين. انظر للتعبير، يقول من يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام، طبعا في مبالغة لأن الإسلام لن إيه؟ لن يموت ولن يزول، لكن كانت فتنة شديدة فعلا، وهذا كله كان من الشرق. ثم في عصرنا تجد الشيوعية أيضا منين؟ قريبا من ذلك، وسيكون أيضا ظهور الدجال أيضا من جهة الإيه؟ المشرق كما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى.
ثم لو انتقلنا لعنصر أخير وبه نختم، ما الفتن أو أذكر أمثلة لهذه الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من علامات الساعة؟ ممكن أسمع منكم بعض الفتن التي حصلت؟ فضل. لا، فتن حصلت في ال... ها؟ الهرج، مش الهرج بس، مش هي دي. لا 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 إيه؟ لا فضل. يبقى معركة صفين، وإيه تاني؟ لا لا لا، واللي احنا فيه، بس خلينا اللي فات الأول، يبقى نيجي للي احنا فيه. تفضل. في الصحيحين عن حذيفة، تعالوا نفتح الباب وانتوا هتجيبوا بعد كده سهل. في في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب قال: ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: انا احفظ كما قال. حذيفة كان تخصص فتن، يعني هو يعني كان الناس يسألون الرسول عن الخير وهو يسأل عن الايه، مخافة ان يدركه. إذن حينما تريد اي شيء من الشر تجد في الغالب حديثه عند مين؟ فلما سأل عمر عن الفتنة قال: أنا أحفظ كما قال. قال: هات، إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حصلت مشكلة مع الجار، أنت أخطأت، يبقى تحملت ذنبا. مشكلة مع أهلك، مع ولدك، تحملت ذنبا. طب ذنوب كثيرة كيف تكفر؟ تكفرها الصلاة والصدقة وماذا؟ والأمر بالمعروف. وعمر يقصد هذه الفتنة؟ قال: ليست هذه، لست أعني هذه الفتنة. ثم قال: ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة لعمر: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها. شوف سيدنا حذيفة، أنت مش هتدرك إيه الفتن دي، إن بينك وبينها بابا مغلقا. بينك وبين الفتن إيه؟ ومغلق. فقال عمر: شوف الفتنة، يفتح الباب أم يكسر؟ لأن الباب هو مين؟ هو عمر. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذلك، شوف عمر قال: ذلك أحرى ألا يغلق، لأنه لو فتح حيغلق، لكن لو كسر. قلنا يعني السامعون ونحو يقولون علم الباب، يعني سيدنا عمر فهم. قال: نعم، كما أن دون غد الليلة. ده عارف، زي ما أنت عارف أن قبل بكرة تيجي إيه الليلة اللي احنا فيها دي. أنا حدثته حديثا، أو إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأله، يعني عندهم هيبة أن هم يسألوا، هيبة العمر أن هم يسألوه. فأمرنا مسروقا فسأله، يسألوا سيدنا حذيفة. فقال لحذيفة: من الباب؟ فقال حذيفة: عمر. والحديث في صحيح البخاري. إذن الفتن التي نقصدها تبدأ بماذا؟ بقتل سيدنا عمر، وما كان من قتال بين هذه الأمة، أفراد هذه الأمة، كما سنبين. لذلك قال العلماء: أول الفتن التي ظهرت في عهد الصحابة بعد مقتل عمر هي فتنة لا ليه؟ سيدنا عثمان الأول، مقتل سيدنا عثمان. سجل بقى ورايا، مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذلك قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، فخرجت عليه طائفة من دعاة الشر تألبوا عليه من العراق ومصر، ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره وهو يقرأ في المصحف، ونزل دمه وهو صائم على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. بل جاء كثير من الصحابة، علي والحسن والحسين وغيرهم، وبسيوفهم، وطلبوا من عثمان أن يدافعوا عنه وأن يردوا هؤلاء الثوار، لكنه أبى، لأنه لا يريد أن يراق بسببه دم لمسلم. وصبر على ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، بل رآه في النوم وهو يقول له: أفطر أو ستفطر عندنا الليلة. وكان أن قتل رضي الله عنه هو صائم ليفطر في الجنة بإذن الله تعالى. ذكر النبي ذلك لعثمان، وأنه سيصيبه بلاء، ونصحه بالصبر، فلذلك كان صابرا رضي الله عنه،
حتى أريق دمه، وكان حريصا على ألا تفترق الأمة وألا يحصل بينهم القتل وألا يقع فيهم السيف، لأن السيف إذا وقع صعب أن يرتفع. قال أبو موسى رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة. ما معنى حائط؟ بستان، بستان أو حديقة، بستان أو حديقة. وجلس ودل رجليه في أحد الآبار، وكان أبو موسى بوابا، فكان الواحد إذا أراد أن يدخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له فيدخل فيجلس. جلس الصديق عن يمينه ودل رجليه في البئر، وجاء عمر وجلس عن يساره ودل رجليه في البئر، وجاء عثمان وجلس مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه. فدار الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ائذن له لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ائذن له وبشره بالجنة على بلوى، يعني سيصيبه بلاء تحصل له فتنة. فكان عثمان رضي الله عنه صابرا رضي الله عنه وأرضاه. وبمقتل عثمان انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت كثير من المعارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك سيقع، فلذا لما أشرف على أطم من أطام المدينة بناء مرتفع وقف عليه وقال للصحابة: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر عندما ينزل المطر فيعم، فكذلك الفتن ستتكاثر وتنزل وستقع وتحل بأهل المدينة. والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم كما قال الإمام النووي رحمه الله. فجاءت بعد ذلك موقعة الجمل، وجاءت موقعة صفين، وجاءت وقعة الحرة. تعرفون وقعة الحرة كم قتل فيها من الصحابة بل ومن آل البيت؟ خليها مفاجأة لكم في الدرس اللي جاي. ووقعت الحرة وقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانت هذه المعارك وكيف ظهرت الخوارج بعد ذلك، كل ذلك بالتفصيل سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. ثم نذكر كيف يكون حال المسلم في الفتنة، وما الواجب عليك حتى تتجنب الفتنة ولا تصطلي بنارها، وكيف هو الحديث عن ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم. هل نحن يعني كيف نتكلم عن الصحابة؟ سنذكر عقيدة مختصرة إن شاء الله في اللقاء القادم. معنا قصة من القصص المعاصرة تبين أن الإنسان أبدا لا ييأس من روح الله، لا يقنط من رحمة الله مهما كان عنده من التقصير والذنب والمعصية. المهم أن تستمر على طريق التوبة وطريق الاستغفار، وتأخذ بأسباب الخلاص من الذنب، وتجتهد في طاعة الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بحسن الخاتمة. انظروا لهذه القصة الجميلة والتي تبين هذه المعاني التي ذكرتها. اسمع إلى القصة الحكيمة، يعني الشباب صاحب تجسم ممكن ذكرتها بيها تجسم يقول لي: أعرف هذا الشخص، أنا دائما اتصل عليه سبا خير. يقول: مرة ركبت ثلاثة شباب من الرياض، قالوا نقم الشرقية أربعة، اتفقت معهم على مبلغ وفوق معي ورحنا. طبعا الكلام ما نقوله، لكن أنا أحب الدين، يقول أحب أيش بخير، وقال نحن أيش أفضل على الشباب، جزاك الله خير أنت داعي. قال لي الشباب ولي طبعا شاطوني من فوق ما أخذ راحتهم، يقول سبحان الله زي مرت علينا وقت صلاة العصر، وقفنا عند محطة بنزين عشان نوقف عند المسجد ونصلي في خط الشرقي. يقول قلت لهم بصراحة أنا كنت منحرج منهم، أنا ما أعرف يعني أحدث ولا أدعو ولا أحضر عادين. يقول قلت لهم يا شباب بس إيش رأيكم؟ نصلي ثم نمسك الخط علينا. اقفل كده لحظة. يقول لي قدام هو سائق تاكسي ركب معه مجموعة من الشباب، ففي الطريق مروا على بنزينة، فكان وقت صلاة العصر، فهو يريد أن يدعوهم إلى الصلاة لكن عنده شيء من الحرج، فيجعل الأمر كعرض عليه: ما رأيكم أن نصلي ثم نستكمل الطريق؟ ها كمل. قال أنه الزعيم،
قال له احنا بنصليش. يقول سبحان الله كيف كان جمع يوم اصلي؟ كيف انسان يشعر الارض ما يصلي؟ اللي يقطع صلته بالصلاه يقطع صلته بالله، واللي يقطع صلته بالله يقطع الله قلبه الراحه. كيف انسان يعيش ما يصلي؟ يقول كلام عزيز. قلت لهم يا شباب صح يعني احنا قاعدين نلتزم بالبنوك الرايه، بس احنا شباب الصلاه اذا ما صلينا وش بقى لنا في الاسلام؟ وش بقى؟ الصلاه عامل لي اذا استطعت على العامل ساقط كل شيء. لحظه كده معلش، هو الاسلوب صعب شويه. هو يقول لهم يعني كلنا معنى الكلام عندنا ذنوب وتقصير وكذا، لكن مهما كان عندي من الذنوب لا أترك الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين. يعني لو يأتي الإنسان يوم القيامة بكل ذنب ما عدا الشرك فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن أن يأتي وقد ضيع الصلاة فهو على خطر، ليس له على الله عهد أن يدخله الجنة. فلذلك هو ينصحهم بمعنى هذا الكلام. يعني كم اللي قال ما صلي استعى، ثبت على اخويا ربه قال له شراك يا رب خلونا ننزل نصلي. يقول ننزل الاربع اشهر انا خامس وقت. يقول سبحان الله توضينا دخلنا المسجد، طبعا يقول انا مطوع حقهم. يقول فدخلت صلاه الظهر ركعتين مسافر. يقول اول ما خلصت الصلاه اجلت لقيت هذا اللي قدام طول بالسجود، واخوي انا بعد ما خلصوا الصلاه ما سجود. قالوا شوف ساجد من قوه خلاص قم. يقول فحركنا فاذا هو ميت. والله يا اخوان مات. قبض الله روحه. يعني كان ملك الموت موجود في المسجد وما انقبض الا فلان. يقول تخيل كل ربع اخوياه اللي معه ما كانوا مصدقين. يقول حتى واحد منهم يجيب الماي يكب على وجهه يا فلان، واللي يبعدنا عن قلبه يشوف نزل حي ولا كيف هو صحيح مات. هالكلام مو مصدقين الشباب. يقول كلهم قاعد يبون قاصم واحد يتقطع من
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. انظروا لرحمة الله عز وجل بهذا الشاب 15 سنة ما يصلي لله سبحانه وتعالى، ويكون هو الذي يدعو هؤلاء الشباب ليدخلوا المسجد ليصلوا، ويكون سببا في هذا الخير لهؤلاء الشباب، ويقبض الله عز وجل روحه وهو ساجد رحمة من الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.